السلام عليكم، اخباركم ايه؟ منورين دايما معايا هنا، بسعد بيكم في كل وقت وفي كل اوان. يا مرحب يا مرحب يا اهلا بمين يشارك سعاده غامره عامره دائمه ان شاء الله بوجودكم معايا، حاجه كده يعني لا تتوقف ابدا ان شاء الله. الحقيقه ان انا عندي اخبار متعدده النهارده ما بين اتحاد كوره وما بين اهلي وما بين زمالك زي العادة يعني. لكن في البداية طبعا أنا عاوز أتكلم على فكرة المدربين وعدم انتقالاتهم، أو ما يطلق عليها انتقالات المدربين اللي كان أزمتها وذروتها يعني هي ما حدث سواء من الكابتن أحمد سامي وتركه لسموحة، أو الكابتن عبد الحميد بسيوني وتركه لغزل المحلة. الكابتن أحمد سامي ذهب إلى السيراميكا، وسموحه خد الكابتن عبد الحميد بسيوني. ده ياخدني ويخليني افكر معاكم في حاجه مهمه جدا، والحقيقه اللي خلاني اتكلم فيها هو اخويا العزيز عاطف عبد الواحد الصحفي في جريده الاهرام الرياضي، بالمقال المتميز او العنوان المتميز كمان في مقاله حوالين من يعاقب اتحاد الكره المصري. وده عنوان ملفت جدا، يعاقبوا على ايه وازاي ويعني ايه تعاقب اتحاد وقصه يعني. طيب هو الموضوع قايم على اتحاد الكوره عمل ايه؟ قال انه المدير الفني اللي هينتقل في الدور الثاني بان هو بالتراضي او من غير او من غير ومن غير ومشي، مش هيدرب الدور الثاني بعد التوصيه من رابطه الانديه. حلو، لكن في اللحظه دي لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي، ان الكابتن جمال علامه الذي اصدر هذا القرار هو اللي خد شبه القرار اللي خده سموحه وشبه القرار اللي خده السيراميكا، انه خد ايهاب جلال من بيراميدز. تقوليش اصله سابوا ماتشين، يعني سابوا ماتشين، سابوا ثلاثه وخدوا من بيراميدز وخرج من افريقيا على ايده مش على ايد حد تاني. يعني السؤال بقى، وده اللي بيقوله عطف، هو مين اللي هيعاقبك يا استاذ جمال، او يعاقب اتحاد الكوره على الخطا اللي انتوا عملتوه ده، او يعاقب ايهاب جلال؟ ما هو ايهاب جلال وافق زيه زي احمد سامي زي عبد الحميد بسيوني، فرصه واراد ان ينتهزها ونجح في انتهازها، زي بالظبط الكابتن احمد سامي زي الكابتن عبد الحميد بسيوني. يبقى انت عاوز تعاقب ناس انت نفسك قمت بهذا الخطا من قبل. ودي نقطه حلوه جدا يعني، يعني احيي عطف عبد الواحد عليها بصراحه. برضه قبل ما اروح لي اخبار النادي الزمالك، النادي الاهلي ما زال في تصعيده في الغير ورا وغير مفهوم بالنسبه لي في موضوع الملعب. وانا وصل الامر يعني ان قرينا اخبار انه الكاف قال خلاص المحكمه رضيت حدد. طبعا المحكمه رضيت حدد دي يعني نقعد انا وانتو لغايه ما اللي يفوز في المباراه اللي بين الاهلي والوداد يروح كاس العالم وياخد مركز في كاس العالم وتبدا البطوله الجديده وتنتهي البطوله اللي بعديها، ولسه ما نعرفش هو المحكمه الرياضيه هتحكم بايه. وانا ما اعتقدش ان ورق الورق سواء ورق مش باراء وافكار، لا هي محكمه يعني ورق، ورق يعني اكيد الاتحاد الافريقي عامل ورق وبيستفه زي ما بيقول، فعقوبه ايه او تروح محكمه رياضيه ايه، يعني كلام كده مبالغه ومزايده رهيبه. نفسي اعرف السبب بقى، خلاص اللي جرى جرى. هو انتوا كده بقى مثلا بتعملوا ده هتقلبوا هتخوفوا بتوع الوداد مثلا، هيتهزوا الثقه بتاعتهم هتقل؟ ما يمكن العكس يعني، انا مش عارف، هي مبالغه وتضخيم من لا شيء. خلاص اللي حصل حصل واجري وتحدد الامر وخلاص. اصل المغرب خد البطوله اللي فاتت والبطوله يا سيدي، مصر تاخد السنه اللي جاي، مصر نفسها ما رشحتش، ويطلع واحد يقول لك اصل مصر ما طلبتش عشان تبقى على حياد بين الاهلي والزمالك. يا سيدي طب ما تطلب واللي يجي فيهم اهلا وسهلا، الاثنين جوهم خير وبركه، ما حد جه فيهم ماشي. ايه بقى الحياد ايه ومش حياد ايه؟ اي كلام في اي حته، عاوز يخرجوا من المطب اللي زنقوا نفسهم فيه، والاهلي بيزنقهم اكتر بالطلبات الغريبه دي. طبعا انا عارف ان اكيد لا يا سيدي، والله ما كده الحكايه، انه بالمنطق خلاص مفيش وقت اساسا. يعني انت بتتكلم يوم 12 ويوم 30 18 يوم، يعني هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ما خلاص روح المحكمه الرياضيه مش هتعمل لك حاجه خالص. وفي نفس الوقت النادي الاهلي قرر الاتي، بس مش موضوع نهائي لا، قرر في انه عقد حمدي فتحي يتم تعديله، يعدل عقد حمدي فتحي
بعد نهاية بطولة افريقيا يتم التعديل، والسبب ده انهم شايفين انه بيأدي، وان طلب التعديل ده كان موسيماني مع الكابتن سيد حفيظ، وعرضوه على لجنة التخطيط اللي اوصت ده لمجلس الادارة بانه اللاعب ده في حمدي فتحي يتم تعديل عقده ورفع القيمة بتاعته بسبب اداؤه واداؤه الكبير ومجهوده والتزامه وعدم اثارته لاي مشاكل، وانه ما طلبش اساسا انه يتعدله فهيتعدله. ده ملخص يعني. طيب نروح بقى الزمالك، ماله الزمالك بقى؟ الحقيقه انه اكيد جمهور الزمالك، وهو عنده حق، انه مستوى حراسه المرمى في نادي الزمالك وخصوصا مستوى محمد ابو جبل ليس جيدا، وده امر واضح للعيان من بدايه الموسم. يعني من بدايه الموسم هذا الامر موجود عند محمد ابو جبل، المستوى مهتز، جه عمل عنفوان في الاداء واداء رائع جدا في بطوله افريقيا، ثم بعد البطوله تغير بقى الجهاز الفني لنادي الزمالك، والوفيرا البرازيلي ده مشي، كان مدرب حراسه الكابتن ايمن طاهر اللي كان ماسك المنتخب المصري مع الكابتن حسام البدري. طيب ايه المشكله دلوقتي؟ طبعا احنا ما بشيء واضحه، الحراس مرمى مستوى وحش. الكلام بقى اللي عندنا ان فيريرا غضبان من طريقة الاداء اللي بيأديها او التدريبات اللي بيعملها الكابتن ايمن طاهر، وطالب الكابتن ايمن طاهر بتطوير الاداء، لانه شايف ان مستوى حراسة المرمى في الزمالك مش جيدة، والدليل محمد ابو جبل، وقال انه وده يؤثر على ابو جبل والعيب الحراس الاخرين، وانه لازم الكابتن ايمن طاهر يعيد طريق يعيد في يبحث عن طريقة أخرى وأسلوب جديد في التدريب عشان اللعيبة تستعيد مستواها مرة تانية. هو كان انتقاد شديد يعني، ومحملا مستوى الأداء الحراس لمدرب الحراس. هو الطبيعي كده على فكرة، بس احنا ما شفناش محمد عواد عشان نحكم هل هي مشكلة خاصة عند محمد أبو جبل ولا مشكلة عامة بسبب كابتن أيمن طاهر. هل الكابتن ايمن طاهر ممكن يمشي، خصوصا انه في كلام انه جاي له عرض من المنتخب الاولمبي مع الكابتن خالد جلال المرشح الاكبر انه هو برضه يمشي من اتحاد من البنك الاهلي يروح المنتخب الاولمبي، والكابتن ايمن طاهر يمشي من الزمالك يروح المنتخب الاولمبي؟ هنعرف ده كله. وعايز زي قلت لكم الكلام اللي قاله عاطف ابو واحد من شويه، اهو تاخد من هنا وتاخد من هنا وتزعل ماشي تمام. فده الايه الموضوع. فالكابتن ايمن طاهر هل هيغير الطريقه والتدريبات ولا لا؟ ده اللي احنا هنعرفه الفتره اللي جايه، ولا الكابتن ايمن طاهر نفسه مش هيبقى موجود ويروح المنتخب الاولمبي. الحقيقه انه بمناسبه فيريرا في غضب يعني مكتوم تجاهه الان من بعض اللعيبه. طبعا الهزيمه دايما يا جماعه بتفتح ابواب ما بتقفلش، عشان نبقى على علم يعني، وتظهر المشاكل ما بتخفيهاش. فاما يبقى في مشكله بتظهر، وهي المشكله ظهرت بعد هزيمه الزمالك قصاد امبي. المشكله هي امتعاض وغضب كل من محمد عبد الغني ورزاق سيسي من فيرير، وهناك يقال ان البعض برضو من اللعيبه الاخرين عندهم نفس الغضب. ليه؟ قال لك انه بيتجاهل تماما، حاله التجاهل غير عاديه لينا في بعد في اسباب عدم المشاركه، وان محمد عبد الغني كان طلب يعرف الاسباب والراجل ما ردش عليه وتجاهله تماما. نفس الشيء رزاق سيسي، يعني مستغرب انه ما بيشاركش ويشارك ناشئ مكانه في مركزه، وبيطالب انه ياخد فرصه زي محمد عبد الله نيمار او سيد نيمار، وانه طب ده ناشئ، طب ادينا انا يعني فرص عشان اخد حصيله المباراه، لكن الراجل متجاهله تماما. واما محمد الغني فقال لك انه ما بيرضاش يتكلم معانا ومستبعدنا من المباريات، وانه كان بيشارك اساسي وما بقاش يشارك اساسي. ده امتعاض هيظهر او ظهر وغيره هيظهر لو الامور تنتها تعمل داون زي ما بيقولوا، تنزل لتحت وتطلع لفوق. لكن هو محمد عبد الغني عنده حق، عنده حق، لانه طبيعي جدا اما انا اسال المدير الفني بتاعي هو انا ليه يا فندم ما بلعبش، يقول لي عشان انت واحد اتنين تلاته اربعه، ايا كان واحد اتنين تلاته اربعه بس ترد، هو ما ردش.
وفكره ان رزاز سيسيه غضبان وبيقول ان انا اديني فرصه بتدي للناشئ عنده حق، بس ده برضو اشاره لرزاق ان الراجل مش مقتنع بيه يعني. يعني لازم ياخد باله من الحكايه دي. مصطفى فتحي ازمه جديده. مصطفى فتحي طبعا انتوا عارفين قصته وحكايته واصراره ودبدبته في الارض عشان يمشي، ومشي. ينزل بقى فريق درجه اولى، ينزل درجه رابعه، ينزل درجه 10. مصطفى فتحي كله على بعضه مش يخص لا جمهور الزمالك ولا نادي الزمالك، لا هو بيخص اداره الزمالك دلوقتي. ليه؟ ممكن ما يخصش جمهور الزمالك ولا نادي الزمالك، لكن ادارته يخصها، لانه لهم الان حتى اللحظه 500 الف دولار المفروض يتبعتوا من صفقه رحيل مصطفى فتحي اللي كان بمليون دولار لنادي التعاون السعودي المهدد الان بالهبوط، ومعه مصطفى فتحي. صحيح مصطفى فتحي عمل بعض المباريات بشكل جيد، لكن لم يستفيد من التعاون اللي كان بيدبدب هو ومصطفى عشان يضموه، وفي الاخر ضموه في الاخر النتيجه زي ما انتم شايفين. فهو الاتفاق اللي راح ليه كارتيرون برضه بيعافر كده وبيعوم كده برجليه كده يمكن يعدي، يعني في الغالب هيعدي. لكن المشكله ان الزمالك كان العقد مليون دولار، والمفروض ان الشهر اللي فات يكون واخد بقيه العقد 500 الف الباقيين، فما حصلش. فالزمالك دلوقتي بعت لنادي التعاون خطاب وقال له فين الفلوس، وان لو الفلوس ما جاتش في الفتره اللي جايه دي هنضطر نتخذ اجراءاتنا القانونيه ونطلب بتعويض عن هذا التاخير. طبعا خلي بالكم وافتكروا معايا انه التعاون كان مصمم ما يدفعش غير 500 الف دولار، واتقال وقتها ان اللي هيدفع الفارق مصطفى فتحي. لكن الموضوع مش بس مصطفى فتحي، الموضوع ان الفلوس بتاعت مصطفى عند مين؟ ما هو عند التعاون، فلوس التعاون اللي بعتها. ده لو مصطفى يعني كان الاتفاق كده بينه وبين التعاون، لكن هم وقعوا بعقد اسمه مليون دولار، المسؤول عن دفع الفلوس دي نادي التعاون السعودي مش مصطفى. خدهم زي الكهرباء كده، الراجل امبارح احكي لكم دلوقتي عن الكهرباء. فمصطفى فتحي او نادي التعاون مطالب يدفع الفلوس 500 الف دولار، او ان الزمالك ياخد اجراءات قانونيه ضده عشان الفلوس ديت. اعتقد النادي السعودي هيدفع، يعني الموضوع بسيط بالنسبه له، بس ممكن يبقى عاوز يعرف هينزل درجه ثانيه ولا لا. لكن دي حاجه بقى تخصهم هناك، لكن عليهم فلوس وهيدفعوها، ده لا شك في هذا. طيب انا نسيت موضوع كهرباء، عاوز اقول لكم امبارح احمد يحيى الوكيل الذي لا احبه كوكيل مش كشخص، ما اعرفوش لما بتكلم على ادائه كوكيل، طلع امبارح قال كلام فرح الزملكاويه انه كهرباء هيرجع من الاعاره ولسه ما نعرفش نعمل معاه ايه، لكن الطاي رفض استكماله ليجدد الاعاره بتاعته. اعتقد ده اللي انا قلته امبارح. وقال ان اللي هيدفع الفلوس هو محمود عبد المنعم كهرباء، لان فريق الفس اللي راح له فلس، ومن ثم هو المطالب انه يدفع الفلوس. ده كهرباء بتاع الدرع والكاس والحاجات دي والنهانيها والنيئني النيئني اني. خلاص يا عم كهرباء ركز وادي الفلوس اللي عليك يا ابني، بدل ما تقعد في البيت ويتاخد برضك الفلوس. المشكله هنا برضه الفلوس هتتاخد يعني. نيجي بقى لايه؟ اخر حاجه عندنا، وهو تحت عنوان هذا هو السبب الحقيقي. شوفوا الزمالك هذا الموسم مبتلى في لعبته الاجانب، سواء اوناجم او حازم مسلوسي او سيف الجزيري او بن شرقي او رزاق سيسي، مبتلى مستواهم مزري. لكن في درجات في المستوى، يعني في ناس تستحملها زي بن شرقي، في ناس تحاول تستحملها زي سيف الجزيري وحمزه المسلوسي، وواحد ممكن تقول اديله فرصه زي رزاق، بس مستحيل تستحمل محمد اونجم. اللي حصل ايه بقى؟ انه كلنا شايفين حاله من عدم الاهتمام الفني نهائيا بمحمد اونجم من مين؟ فيرير. ورا هذا الموضوع سبب. السبب انه عرف ويعني استقر في يقينه زي القاضي كده ان محمد ونجم انهى كل اتفاقاته مع نادي الوداد المغربي واستقر على الرحيل في نهايه شهر 6 اللي جاي، تمام؟ ومن هنا قرر استبعاده لانه خلاص مش هيكمل معاه الموسم، مش هيكمل معاه الموسم. وده السبب الاساسي او الحقيقي لاستبعاد محمد ونجم من المباريات، ان الراجل خلاص مش هيبقى موجود مع الزمالك لنهايه الموسم، فبالتالي الراجل مش هيعتمد عليه. طب لا،
لو محمد ونجم اتفق مع الوداد، طب ما في كلام ان طارق حامد اتفق مع الاهلي جده ولا اتحاد جده، وانه اخونا محمد ابو جبل مع النصر السعودي، واخونا بن شرقي مع مش عارف مين الاماراتي، طب ليه بيشركهم؟ المعلومه اللي عند المعلومه بيشركوا طبعا لانه مستواهم احسن من محمد ونجم. يعني المعلومه الحاجه الثانيه انه اللعيبه دي قالوا لفريرا انه ما وقعوش، وهو شايف ان هم ما وقعوا. المعلومات اللي عنده ممكن يكون امير برضه له اتصالات يعني، ويعرف اذا كان حصل توقعات للعيبه ولا لا، ابلغوا انه اللاعبين دول ما وقعوش، وبالتالي هم مستواهم كويس وخبرات زيك محتاجه عشان كده بيلعبوا. لكن محمد ونجم مستواه قليل، وهو اصلا مش شايفه افضل حاجه، ثم انه راح خلاص يكاد يكون انتقل لنادي الوداد المغربي وعاد اليه مره اخرى، وبالتالي الاعتماد عليه ملوش اي معنى ولوش اي لازمه. وده كان يشير الى فكره الكلام اللي قاله المستشار مرتضى منصور، ان قرار مشاركه او عدم مشاركه اللعيبه هي قرار يعود لمدير الفنش. اهو طارق حامد بيشارك، بن شرقي بيشارك، ابو جابر بيشارك، محمد ونجم ما بيشاركش. عشان ايه؟ عشان جزء فني هو مش مقتنع بالنسبه لنجم، ومقتنع بالنسبه للاستاذ الثاني. الحاجه الثانيه ان محمد ابو جبل او طارق او بن شرقي لم يتيقن انه تعاقدوا مع انديه اخرى، لكن تيقن ان محمد ونجم تعاقد مع نادي الوداد. اشوفكم في اللي جاي ان شاء الله، ودايما اسعد بوجودكم، وطبعا دايما دايما ابعت لكم هذا السلام. سلام.